مانا 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 روحي رح تطلع يا ألف. عمري اللي فكرت كمله معك. معقول هذا هو؟ إذا هيك طيب ليش ما عم صدق إنك ميتة؟ قولي ليش؟ بعد شوي رح روح على البيت وفوت على أرض ديار، بدك تستقبليني، بدك تبوسيني، وبدك تشتكي على أبي لأنه دايما ما بياخد الدواء. وبعدين زليخة، بدك تقولي لي لا تهمل أختك، بدك تقولي شي عن كل واحد، بدك الكل حواليك يكونوا مناح. وبعدين وين أنا هلأ؟ هذا مو معقول، مو معقول افقدك. وكلت محامي وانا على وشك ارفع دعوة طلاق واخذ حضانة ابني منك. كل هالحكي انت بتعرفه سيفو؟ هلأ بهاي الظروف وانا بغرفة الفندق غبت عنه شوي قمت لقيت ابني تاخد من الغرفة؟ هاي الشغلة شو ما تسميها سميها، بيضل اسمها عملية خطف. هذا اتهام خطير. طبعا هذا اذا كنت مرتكب ذنب. وقت تركتي البيت اخدتي سليم معك، يوم اخدتيه اعطيتيني خبر دوموزيل؟ لا تحرف الموضوع، ابني اصلا صار له سنين معي وانت اللي ما كنت عايش معنا. شوفوا هدول قضايا خاصة، احكوا مع محامينكم واشرحوا للقاضي، هذا ما لي علاقة فيه. بدي رجع ابني. بأي حق؟ نحن اتطلقنا والمحكمة اعطتك الولد وأنا مالي علم يعني؟ مشكلتنا الأساسية هي إنه الولد انخطف ولا لا؟ من ناديه ومنسأله له. سليم ابني تعال لشوف. فوت حبيبي. تعال هون. تعال. عمك المحقق بده يسألك كم سؤال. سليم هلأ اللي بدي أسألك إياه بتجاوب عليه من قلبك وما بتخاف من حدا بنوب، اتفقنا يا ابني؟ لما أخذوك من الفندق وجابوك لهون ضغطوا عليك؟ يعني حدا خوفك أو هددك؟ لا. بكرة بالمستقبل المحكمة بتقرر مع مين بدك تضل، بس هلأ بدك تضل مع أبوك أو بدك تروح مع أمك على الفندق؟ نحن منرجع عائلة، أنا أنت وأمك، وبعدها يمكن ننبسط مثل الأول. هاي الفرصة الوحيدة اللي بين ايدينا، بكفي تبقى معي. ايه سليم شو بتقول؟ هاي فرصتنا الوحيدة سليم، فرصتنا الوحيدة. يلا سليم يلا يا روحي احكي شي. روحي يا روحي، انا حبيبي هذا اصح شي، احسن شي إلنا كلنا، ما راح خليك تندب صدقني. انا راح ابقى مع ابي ماما. لا تزعلي مني، حمكم اتنيناتكم، بس طبعا يا روحي طبعا هذا حقك، ليش لا ازعل منك؟ في كتير ناس بالدنيا لازم الواحد يزعل منه. برافو، تعال حبيبي تعال. يا رب نحن الآن بين يديك ولجأنا إليك، كفر عنا سيئاتنا ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب من على نفوسنا بالسكينة والطمأنينة. آمين. ولا تحرمنا من الطيب وعمل الخير والرحمة، وانزع من قلوبنا الحقد وابعدنا عن المفسدين والظالمين. يا رب يسر طريق عبادك السائرين في طريق الحق. آمين. ومدهم بقوة من عندك، وانصرهم في طريقهم هذا يا رب، وامنحنا قوة تحمل آلامنا يا الله، وجفف دموعنا يا رب، ولا تحرمنا من دواء لقلوبنا المجروحة يا رب العالمين.
اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخذلنا يوم العرض عليك، ولا تحرمنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. بتعرفي علي شو عم بحترق أكتر شي؟ إنه ما عندي بنت مثلك. أنا بنتك. سيد وخبري وأنا بعطي خبر لماما زينة. إيدال، وين تليفونك؟ أعطيني إياه. هنيك بالمطبخ. أخ. تفضلوا. صعب علي أطلع بوش الأولاد، حارقين لي قلبي كتير. مروة ومجد ماني عارفان كيف بدي وقف لهم دموع. برأيك شو بينقال لولد فقد أمه؟ ولا شي. ليش تدور على الكلام؟ ليش بدك توقف دموع هالولاد المساكين؟ روح عود معن وابكوا سوا. البكي معهم أحسن بكتير من إنك تقعد تواسيهم. برأيي هذا أحسن شيء. أنا تعبان يا حق، تعبان كتير، بس عم حاول ضل قوي قدام الأولاد. واضح. اليوم تركنا أليف بالمقبرة، تركتها هنيك ورجعتنا لحالنا على البيت. كانت بشعة كتير. بعمري كله ما صعب علي شي مثل هاي الحالة ولا شي. كأني عم أقلها لا تواخذيني حبيبتي أليف، خلص أنت متي بس أنا مضطر أني أعيش. فربني وربتي